استوديو، ابتديت اسبح وانا في الاستوديو، فحسيت ان انا بحس فعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث توفيت لتأثرها الشديد من آثار فيروس كورونا التي نتجت عن إصابتها في شهر رمضان الماضي. وقال مصدر مسؤول أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفشل كامل في أعضاء جسدها بسبب الرئة، الكبد توقف والكلى، الأمر الذي أنهى حياتها بشكل كامل. وأشار المصدر أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز كانت في تراجع مستمر. كتب رامي رضوان عبر حسابه على الفيسبوك: لا أراكم الله مكروه في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء إن شاء الله في مدافن الأسرة في الوفاء والأمل بمدينة نصر. نسألكم الفاتحة والدعاء.